كل عام وانتم بخير. راهم بين عائله كبيره وراهم فرحانين وراهم مسرورين جد ومسرورين بهذا العيد هذا اللي ان شاء الله يعاوده عليهم بالصحه والهنا والكسب. وان شاء الله ثاني ايضا نتمنوا ان شاء الله العيد المقبل ان شاء الله ما يكونوش غير المؤسسات يكونوا مدمجين في المحيط العائلي تاعهم ان شاء الله. كاع لي بونسيونير تاعنا راهم داين اللقاح ضد الكوفيد، داو اللقاح الاول واللقاح الثاني. التباعد الجسمي ما بين الموظفات والعاملات على مستوى دار الاشخاص المسنين، لي ماسك لي بافيت كاع العمال.